هنتكلم النهاردة على موضوع ظريف ومهم جدا في بالنسبة للباك اند اللي هو الدي اف تي. عشان نفهم ايه لازمة الدي اف تي لازم نفهم ان لما نيجي نصنع في ديفكتس كنا اتكلمنا عليها في الكورس اللي فات بتاع الفي ال اس اي ديزاين، في ديفكتس وفي بروسيس فاريشن، وبالتالي ممكن ألاقي الشيب بعد ما صنعها ما تشتغلش نتيجة الديفكت أو نتيجة الفاريشن، خلت الدايرة البرفورمانس بتاعها اختلف، فالتايمينج اختلف فالتايمينج ضرب. ده غير الفانكشنال فيريفيكيشن والجيت ليفل فيريفيكيشن اللي احنا بنعمله. احنا كده كده بنطمن ان الديزاين شغال، بس احنا ما بنتكلمش تيستينج للديزاين، لا احنا بنتكلم تيستينج للتشيبس اللي هتتصنع. اوكي، طيب التيستينج عموما حاجه مكلفه جدا. ليه؟ لان بيبقى جهاز مخصوص لازم يدخل الانبوتس زي ما احنا بنعمل كده في التيست بنش، بس هو على الحقيقه، ويبتدي يشوف الاوتبوتس ويبتدي ان هو يقيم الاوتبوتس صح ولا غلط زي ما احنا كنا بنحط assertions في التست بنش. بالنسبة بقى للتست في الحقيقة انت بتدي له حاجة اسمها تست باترن. تست باترن دوت بيبقى فيه الانبوتس والاوتبوتس الصح مع بعض، وهو يبتدي يقارن يدخل الانبوتس دي ويشوف الاوتبوتس اللي جاية اللي طالعة من الشيب ويقارنها الجزء بتاع الاوتبوتس اللي في الباترن ويتاكد انه صح ولا لا. في الايسك وعموما يعني الديزاينز الكبيره بيبقى عندنا بينز كتيره والتكلفه بتاعت التستر بتبقى غاليه، ومش كل الشركات اللي بتعمل ديزاين أو اللي هتروح حتى تصنع بيبقى عندها تيسترز. ده انفستمنت كبير، فبيتعاقدوا مع الشركات بتاعة التيستينج، والتيستر يعني الشركات دي بتحاسبهم بالتايم اللي هتاخده الشيب على التيستر. كل ما خدت وقت أكتر كل ما كلف التيست أكتر. طيب عندنا برضو عشان نقدر اصلا نعرف نتست، هنتكلم في الحتة دي يعني هنوضحها كمان حالا بعد نقول الجزء ده. لازم احنا عندنا حاجة اسمها سكان تيست او بيلت ان، سوري معلش، عندنا سكان تيست او بيلت ان سيلف تيست. ده حاجه ممكن تغنينا عن استخدام التستر. وفي الحاجه الثالثه الباوندري سكان تيست. الثلاثه دول هنشوفهم في المحاضره النهارده باذن الله. طيب نيجي بس ايه قبل ما نخش في التفاصيل، يبقى انا اصلا بعد ما وديت اللي اوت المصنع و صنعت بيبقى فيه طبعا في الشركات الكبيره بروتوتايب شيب فابريكيشن، ان انا بعمل لوت صغير. اوكي، ويعتبر البروتوتايب يعني ايه بروتوتايب؟ يعني نسخه اوليه من الديزاين. عايز اطمن بدل ما اتكلف انتج مثلا مليون شيب عشان ابيعهم، لا طب ده انا اجرب الاول في 1000 شيب ولا حتى 100 شيب كبروتوتايب واعمل لهم تيستينج واشوف المشاكل اللي فيهم، وبعدين ابتدي ايه احسن الديزاين لو انا محتاج احسن. ففي بروتوتايب شيب فابريكيشن ده بتستخدم للديباجنج، وفي بقى البرودكشن شيب فابريكيشن ده الانتاج الكبير بتاعي. اوكي، ده خلاص انت بتصنع عشان تبيع، وفي بعد كده اللي صنعته عشان تبيع ده
بيخش في جهاز، والجهاز دوت فيه بي سي بي، والاي سي او الشيب بتاعتنا هتتلحم في البي سي بي، فبيبقى عندي بي سي بي ديزاين وبرودكشن، الشيب بتاعتي بتخش في البي سي بي، وعايز اطمن برضو ان البي سي بي كمان شغال. اوكي طيب، واحد هيقول لي طيب هو يعني لازمه او علاقه الموضوع ده ايه بالفلو بتاعنا؟ احنا هنمشي في الفلو عادي ونروح نصنع وبعد كده نتست، صح؟ ترتيب المنطقي كده. طيب ايه بقى ديزاين فور تيست؟ نيجي للنقطة الجوهرية، ليه بقى الديزاين فور تيست؟ انت في التيست بنش بتتعامل مع الدات على اساس ايه؟ بتدخل الانبوتس وانها بلاك بوكس وبتشوف الاوتس. اوكي طيب، لما بتدخل الانبوت مش شرط تشوف الاوتبوت، او مش شرط يعني في بروسيسنج بيحصل لو الانبوت دخل، مش شرط تشوف الاوتبوت بعديه مباشره، بعديه بوان كلوك سايكل، لا ده في بايب لاين وفي حاجات بتتعمل جوه وفي انترنال ريجسترز، ومش شرط ان انت فعلا تشوف الاوتبوت اللي ريليتد للانبوت بعديها مباشره. فعشان كده في التستنج بيبقى مهم بالنسبة لنا ان احنا نشوف الانترنال نودز، هل الانترنال نودز شغالة مظبوط ولا لأ، بدل ما اخد وقت كتير على التستر على بال ما الانترنال نودز دي ترفلكت في حاجة في الاوتبوت. لا ده انا او ممكن يبقى برضو عشان خاطر الديباجينج انا عايز اعرف المشاكل حصلت في انهي حته كمان جوه الشيب بتاعتي. فللسببين دول احنا بنبقى عايزين نتست الانترنال نودز. فالديزاين فور تيست هو ان احنا بنحط حاجات تمكننا في التستنج ان احنا نشوف الانترنال نودز. واضح كده؟ ما تنساش الحته دي. الانترنال نودز لو فيها مشكله احنا ما بنبصش على الفانكشناليتي قد ما ان احنا بنبص في التستنج ان هل هي ثابته ولا بتتغير. ده اسمه ايه؟ stuck at fault model. الـ stuck at fault model بيقول ان الانبوتس لما بتتغير الاوتبوت المفروض يتغير، والانترنال نودز تتغير بناء على الانبوت دي. طيب اي بج سواء ديفكت في التصنيع، او يعني ديلي زيادة الفاريشن خلى البرفورمانس أبطأ، معناها إن النقطة الانترنال نود الايرور اللي ممكن يحصل إنها ما تتغيرش التغير اللي يتناسب مع الانبوت الجديد، فما تغيرتش. الموديل بقى بيقول إنها ستاك آت النقطة القديمة. اوكي فستاك ات فولت موديل هو موديل عبيط جدا بيقول ان ايه، ان النقطه ثبتت على الصفر او ثبتت على الون، يعني ما اتغيرتش التغير اللي انا كنت مستني. اوكي طيب الستاك ات فولت موديل كان في البدايه عشان خاطر ايه؟ يعرفوا النقطه اصلا ممكن في التصنيع بتاع الوايرز تبقى شورتد او للجراوند، او تبقى شورتد للفي دي دي،
بس مش معناها كده. يعني هو نشأة الموديل ده انها stuck at zero يعني shorted معناها انها shorted للجراوند، وstuck at one معناها shorted للفي دي دي، بس فعليا مش معنى ان انا طلع لي الفولت ده انها stuck at zero مش معناها انه حصل شورت، لا خالص. ده معناها ان في سبب خلى النقطه النود ما تتغيرش عن قيمتها. اوكي، هو اسمه كده بس بيعبر عن الفولتس المختلفه اللي ممكن تحصل عندي في الشيب. اوكي، يعني بس ايه، لما تسمع ستاك ات فولت موديل مش معناها ان ايه ان حاجه فعلا يعني حصل شورت، لا معناها ان ما طلعتش القيمه الصح. زي ما قلت بيبقى عندك تيست فيكتور او تيست باتر، بس في الحاله دي بقى انت كمان هتدخل الانبوتس وهتشيك على الاوتبوتس، بس انت كمان عايز تشيك على الانترنال نودز، هل هي ستاك ولا مش ستاك، طلعت صح ولا طلعت غلط. ده بالإضافة لكده أنت كمان تقدر تفورس internal nodes، زي ما بتدخل input تقدر تدخل internal nodes في التست vector أو التست pattern بتاعك. هنشوف مثال ظريف هنفهم منه الموضوع قدام شوية، بس إيه فاهم كلمة test vector مبدئيا هي إن مجموعة الانبوت والاوتبوتس قيم بتاعتهم، بس كمان في الـ DFT ممكن يبقى إضافة إليها الـ internal nodes اللي أنت هتعملها فورس والـ internal nodes اللي أنت هتشيك عليها. طيب الـ test vectors اللي هنديها للتستر عشان يشتغل عليها ويشوف شيب شغاله كويس ولا لا، هل هقدر اطلعها يعني هكتبها بايدي؟ يعني مبدئيا انت تعرف تكتبها بايدك طبعا، بس لما يبقى عندك 10,000 نود في الديزاين هتقعد تكتب 10,000، او يعني ده مع يعني اضرب بقى لو عندك كذا انبوت جميع التباديل والتوفيق بتاعت الانبوتس هتلاقي نفسك انك بتتكلم ممكن في 100,000 باترن هتدخل او فيكتور يعني هتدخله. ف في تولز مخصوصه بتعمل الكلام ده لانه الموضوع سيستماتيك، اسمها اي تي بي جي تول اللي هي اوتوماتيك تيست باترن جنريشن تول. الاي تي بي جي دي مرتبطة بالـ DFT، بس دي تول بتطلع الفيكتورز ما بتعملش حاجة في الشيب، دي بتطلع الفيكتورز اللي هتروح للتستر. ماشي، آخر حاجة من المفاهيم اللي عايزين إن احنا نقولها في البداية كده برضو التست كفرج. إيه التست كفرج؟ التست كفرج بالنسبة للـ DFT أو التستنج انك هتشوف تقدر تديتكت بالمجموعة الباترنز اللي معاك، يبقى التست كفرج ده مرتبط بالتست فيكتورز او التست باترنز اللي عندك. بالتست باترنز اللي عندك هتقدر تديتكت كم فولت من اجمالي الفولتس اللي يمكنك ان انت تعمل لها ديتكشن، مش اللي انت عايز تعمل لها ديتكشن، مالي الديتكتابل فولت مش الديزايرد فولتس تو ديتكت. ماشي، فدي اسمها التست كفرج. لو انت التست كفرج 100% معناها ان اي فولت هيحصل في التصنيع هتقدر تديتكت انه حصل، وساعتها تقول الشيب دي بايظه.
بس طبعا عشان يعني تعمل تيست كفرج يبقى كومبليت لكل الديتكتابل فولز عندك، معناها ان هتطلع فيكتورز كتير، معناها ان هتاخد وقت اطول على التستر. فالديزاينز المعقده عاده بتقبل ان الكفرج يبقى 90% او اكتر. هتقولي طب ولو فولت عدى والشيب قلنا عليها سليمة وهي فيها فولت، عشان كده بيبقى فيه الضمان، بتبقى نسبة قليلة. وطبعا يعني ايه عادة لو حاجة حصلت برضو مجموعة بتبقى مركزة في الانبوتس الحقيقية او المين اوبريشن بتاع الشيب، فالحاجات اللي بتفلت او يعني اللي ما بتغطيهاش ال 90% برضو ما بتبقاش في الايه الصميم الاوبريشن بتاع الشيب. بس القصد ان لو انا رضيت بكفرج اقل قصاد ان هيبقى فيه ايه بعد كده الضمان، و لو في حاجة هتظهر. تعال نشوف بس أمثلة عشان خاطر نبتدي نفهم. تعال نفهم الستاك ات فولت موديل وموضوع التست باترنز ازاي حددت ومش حددت. ده أول حاجة. طيب عندنا النور جيت دي ليها تو انبوتس A و B والاوتبوت Z، ف ده التروث تيبل بتاع النور. دول الانبوتس، هنعتبر ان دي الدايره بتاعتنا بحالها. فانا عندي كده اتنين انبوت وعندي اوتبوت واحد، صح؟ طيب بما ان عندي ثلاثة سيجنالز يعني او ثلاثة نودز A و B و Z، تمام، فكل واحدة من دول ممكن تبقى stuck at zero او stuck at one، ماشي. الفولت موديل هيقول ان كل نود ممكن تاخد حاجة من الاتنين كفولت، لا اما تبقى زيرو لا اما ستاك ات زيرو لا اما ستاك ات 1. يعني ايه برضو عشان تبقى مستخيلها؟ يعني لو انا بقول دخلت الاي ب 1 بس فعليا الاي ما دخلتش فبقت زيرو لاي سبب، هو ده ايه ستاك ات زيرو، ماشي. كان المفروض زد تطلع ب 1 بس لسبب ما ما طلعتش ب 1 وطلعت ب 0، يبقى كده ستاك ات 0. اوكي، يبقى النمبر ات بتاع الستاك ات فولتس هو عدد النودز مضروب في 2، ماشي. تعال نشوف الاي ستاك ات 0، ماشي. لو الاي ستاك ات 0 تمام، يعني دايما بصفر، الزد هيطلع شكلها ايه؟ انت مش هتقدر تشوف الاي، مش هتقدر تشوف البي، انت دخلتهم بس مش عارف هما وصلوا ولا لا، انت اللي تقدر تشوف الزد، واخد بالك من الحته دي؟ ف طيب لو الاي هنا بزيرو السطر ده في التروث تيبل ما اتغيرش، الاي هنا بزيرو يبقى السطر ده برضو في التروث تيبل ما اتغيرش. الاي بقت ستاك ات زيرو، يعني ال1 ده بقى زيرو وال1 ده بقى زيرو، فالرو ده هيبقى ايه؟ زيرو زيرو، الزد هتطلع كام؟ 1، صح؟ طيب اختلفت عن الايه؟ عن الصح. طيب لو ال1 ده بقى زيرو
0 1 الزد هتبقى كام؟ برضو 0. يبقى لما ايه حصل فيها فولت، الزد في اخر سطر ده ما قدرتش ايه تكشفه، ما قدرتش تكشفه، انما تالت سطر الزد كشفته نتيجة ايه؟ ان الاوتبوت طلع لي 1 بدل 0. واخد بالك من الحتة دي؟ تمام. طب ايه stuck at 1؟ ايه stuck at 1؟ يبقى هنمسك الايه التو روز اللي فوق 1 1. One وزيرو تديني زيرو، ماشي. One وone تديني ايه؟ زيرو. والاتنين اللي تحت two rows اللي تحت زي ما هم. يبقى أول سطر اختلف، صح؟ قدر ساعتها زد كشفت إن حصل لي ايه؟ error أو fault في الايه؟ إنها بقت stuck at. خدت بالك من الفكرة إن مش شرط الفولت اللي يحصل يبان عندك تأثيره في الأمر، ودي أبسط حاجة أهو. نور جيت. نفس الكلام البي، البي ستاك أت زيرو، يعني هنخلي كل البيهات في الأربع روز إيه بزيرو، فدي تخلي تدنها 1 ما اختلفتش. دي بقت زيرو وزيرو اللي هي تديني 1، دي 1 و1 تديني 0، ودي سوري 1 و0 ما اختلفتش، دي 1 و0 برضو ما اختلفتش. طيب بيب 1 اكيد نقدر نعملها تمام بنفس الطريقه. طيب تعالى زد، زد ستاك ات 0 معناها ايه؟ ان دايما هتطلع 0، مش محتاج بقى ابص في التروث تيبل ده، انا هقول ايه زد ب 0، يعني كل كولوم بصفار اختلفت عن ايه من الزد المظبوطة، اختلفت في الرول الاولانة. طيب زد ب 1 اوكي stuck at 1 معناها ان كل الروز بقت 1، يعني اختلفت في انهي خانات، في انهي روز؟ الثلاثة اللي تحت، ماشي. طيب يبقى ده ايه الموديل دخلناه على السيركت بتاعتنا، وشفنا الفولتس اللي ممكن نشوف تبان عندي في الزد، وشفنا الفولتس اللي ممكن تبان عندي في الزد اللي هي متضللة بالايه بالرصاصي. طيب جميل، دلوقتي لو مثلا مسكنا الرو الاولاني، الزد كانت المفروض تطلع بواحد وطلعت بصفر، عندي الفولت ده والفولت ده الفولت ده، هل اقدر اعرف هو انهي واحد فيهم؟ هل هو ان الـ A stuck at 1 ولا الـ B stuck at 1 ولا الـ Z stuck at 0؟ ما اقدرش. اوكي بنقول ان الفولتس دي بنسميها انها equivalent faults، لانها بالنسبة لي التلاتة تدوني نفس التأثير، نفس التأثير وما اقدرش افرق بينهم. اوكي ماشي. طيب تعالى نشوف نقطة تانية، الدوميننس.
لو انا بتست فولت وبالمرة كشف لي فولتس تانية، تمام، بنقول ان واحد فيهم هو الدوميننت، صح؟ الفولت اللي هيبقى سوبر سيت من الفولت التاني هو الدوميننت. بمعنى ايه؟ بص هنا الفولت بتاع زد ستاك ات 1 عندي هنا 3 دول، صح؟ اوكي، ده كشف ده، يعني نقدر نقول الاتنين دول ايه؟ متغطيين بنفس الايه؟ بنفس الرو، صح؟ هنا ده برضو اللي هو الزد ستاكات 1 كشف ده. طيب بما ان ده هيديتكت يعني او هيبان عندي في عدد اكبر من الباترنز، هقول ان ده هو الدوميننت لان ده كشف لي كل الايه الفولت بتاع زد ستاك ات 1، كشف لي كل الفولتس بتاعت بي ستاك ات 0، وكشف لي كل الفولتس بتاعت A stuck at 0، يبقى كده ده dominant، ماشي؟ طيب واحد هيقول لي طب التلاتة اللي احنا قلنا عليهم equivalent اقول على مين فيهم dominant؟ مفيش، ليه؟ لان التلاتة زي بعض بالظبط. لو واحد كان بيغطي اكتر كنا قلنا هو الايه الدومين. غير بقى الايكويفالنس والدومينانس ده عشان خاطر ان انا احاول اختصر بيهم الباترنز، ماشي؟ انا في الاخر عايز ايه؟ عايز اختار مجموعة من الباترنز. فين الباترن؟ حد يقدر يقول لي فين الباترن؟ أو هو إيه الباترن في المثال بتاعنا؟ إيه؟ تفاعلوا معايا يا جماعة. الباترنز هي احنا معرفينها لسه في السلايد اللي فاتت، مجموعه الانبوتس والاوتبوتس الكورسبوندنج اوتبوت بتاعها اللي هم ايه؟ الاربعه روز دول 0 0 1 ده اول باترن، حطيت الاي ب 0 وحطيت البي ب 0 والزد المفروض تطلع ب 1، هو ده الباترن. الباترن الثاني 0 1 0، الباترن الثالث 1 0 0، الباترن الرابع 1 1 0. اوكي، انا عندي اربعه باترنز اللي هما الروز اللي عندي. طيب ايه المينيمم باترنز عشان اديتكت كل الفولتس؟ الباترن 0 0 ده جميل قوي، ده هيديتكت 3 فولتس، صح؟ من الست، فالتست كفرج بتاعته ايه؟ 3 من 6. طيب الباترن 0 1 هيديتكت 2 تانيين مختلفين، تمام؟ الباترن 1 0 تمام؟ هيديتكت واحد زيادة مختلف، صح؟ والتاني اوريدي الباترن 0 1
يقدر يديتكته. طيب الباترن 1-1 هيديتكت ايه؟ هيديتكت 1 فولت اوريدي في 2 باترنز ثانيين يعرفوا يعملوا له ديتكشن. يبقى هل ال 1-1 له لازمه اصلا احطه في التست؟ لا، لان انا لو جربت بالثلاثه دول السته فولتس قدرت اكشفهم، انا يهمني اكشفهم بس، مش اعرف يعني هم يجوا من انهي انبوت، انا يهمني بس اكشف ان يحصل فولت في واحد من الثلاثه نودز اللي عندي، يعني سته فولتس. اوكي المثال ده واضح؟ لو جبنا مسألة تقدر ان انت تشوف انهي باترنز اللي تنقيها. جميل. يا جماعة انا عايز تفاعل معايا عشان يعني ما يعني ما ممكن يبقى الميتنج قطع يعني وانا قاعد اكلم نفسي، فبليز يعني عادي افتح المايك بتاعك وتجاوب فعل معايا. خليك بقى معايا، لو احنا شفنا المثال ده على جيت واحدة، طب لو انا عندي جيتس كتيرة هيبقى في ايه؟ سم انترنال نودز، صح؟ لو انا الديزاين فيه جيتس كتيرة اكيد في انترنال نودز. طيب انا عايز هحط في كل الانترنال نودز بالاضافة للانبوتس اللي ستاك ات فولت بتاعه 01. بس هو انا هقدر اشوف الانترنال نود؟ مش هقدر اشوف الانترنال نود، دي المشكله بقى اللي قابلتنا. يبقى على قد 1 جيت سهله، طب لو اكتر من جيت انا مش هقدر اشوف الانترنال نود إلا لو الانترنال نودز أثرت في الأوت. فلما الديزاين يبقى متكون من جيتس أكتر ممكن تلاقي فولتس كتيرة مش باينة عندك في الأوت، فالكفرج تقل. فعشان كده فكروا في النقطة إن أنا أعرف حاجة اسمها الكنترولابيليتي والأوبزرفابيليتي. الكنترولابيليتي ان قدرتي ان انا ادخل مش بس الانبوت، ان انا حتى كمان احط فاليو على الانترنال نود. عشان اتست الاوتبوت بتاع الجيت اللي انا حطيت الانبوت بتاعها هيبقى مظبوط ولا لا. فدي الكنترولابيليتي، انا اقدر احط جوه الديزاين القيم اللي انا عايزها عشان اتست فولت معين. الاوبزرفابيليتي ان انا اقدر اشوف الاوتبوت بتاع انترنال نود عن طريق انه ينعكس على الاوتبوت بتاع السيركت بتاعه. هل الفولت ده اوبزرفابل ان انا هشوف التأثير بتاعه على الاوتبوت؟ طيب دي حاجة. الحاجة التانية، دلوقتي الديزاين بتاعي مش بس جيتس، ده في كمان فليب فلوبس، صح؟ يعني الجيتس حصل لها ستاك ات فولت وطلعت قيمه غلط، تمام؟ والقيمه الغلط دي راحت في فليب فلوب. طيب هو انا هقدر اشوف الفليب فلوب اللي جوه الديزاين؟ للاسف لا.
فالناس فكرت بقى، طيب اعمل ايه عشان خاطر اشوف الفليب فلوب واشوف الانترنال نودز؟ قال لك طيب نبدأ الفليب فلوب عشان اشوف اللوجيك اللي قبل الفليب فلوب حصل فيه فولت ولا لا، لو الكومباينيشنال لوجيك اللي بين زي ما خدنا في اول الكورس السيكوينشال ديزاين، ان بيبقى فيه لوجيك بين تو فليب فلوبس، ده يعني تيبيكال في اي سيكوينشال ديزاين. اللوجيك ده في الاخر لو في فولت وobservable هيروح فين؟ هيروح على الانبوت بتاع الفليب فلوب. يبقى انا عشان اشوف الفولت ده لازم اخد الانبوت بتاع الفليب فلوب ده ووديه على الاوتبوت عشان خاطر اشوفه، التستر يشوف. فيبقى لازم طريقه ان انا اوبزرف الفليب فلوب الانبوت بتاعه كام. طيب لو انا عايز افورس انترنال نود، ماشي، عايز افورس انترنال نود، هدخل الانبوت او القيمه اللي انا عايز افورسها جوه ازاي؟ اول حاجه ممكن ان انا اشوف هي بتعتمد على ايه في الانبوتس، واحط الانبوتس الرئيسيه البرايمري انبوتس بتاعه السيركت بتاعي بحيث الانترنال نود تاخد الفاليو دي. ماشي، ايه زي ايه مثلا؟ يعني انا نطول شويه في الحته دي بس ايه عشان الناس تبقى فاهمه. هو الدي اف تي في الاخر هتلاقي انه حاجه يعني ممكن تعملها وانت مش فاهم يعني، بس ايه انا حابب ان انت تبقى الموضوع داخل مخك. طيب لو انا عندي ادي ايه جيتس اهي، لو انا عايز مثلا القيمه دي بفاليو 1 مثلا، ممكن ابتدي ان ايه اشوف، يبقى انا محتاج هنا 1 وهنا 1، يبقى انا محتاج هنا ادخل 1 و1 وهنا ادخل 1 و1 عشان ايه يطلع القيمه دي. فدي الكنترولابيلتي، ان انا اقدر اكنترول انترنال نود، اقدر افورس فاليو في انترنال نود. بس الفكرة ان اللوجيك ده كله كده ممكن يبقى مش واصل بالانبوتس بتاعت الشيب، ده ممكن يبقى جاي من فليب فلوبس، صح؟ تمام، والاوتبوت ممكن يبقى رايح لفليب فلوب. فازاي بقى هحط القيم دي عشان خاطر احط ان النود دي ب1، وازاي لما يطلع لي اوتبوت هنا، مش انا كنت بستخدم قيمه الزد عشان اعرف فولت حصل ولا ما حصلش؟ طب انا هستخدم القيمه اللي هنا دي ازاي عشان اعرف الفولت حصل ولا ما حصلش؟ قال لك بس الفكره بقى جت في راس واحد شاطر قوي، قال لك ايه؟ انا لازم الاقي طريقه ان انا اقدر اكتب قيم في الفليب فلوب، يعني احط قيم في الفليب فلوب
ولازم الاقي طريقه ان انا اقدر اشوف اخد القيمه بتاعت الانبوت دي لما يجي الكلوك ايدج هتبقى في الاوتبوت. هي بالظبط. لازم طريقه بقى ان انا اقدر اشوف القيمه دي. ده حل. طب هعملها ازاي برضو؟ قال لك واحد اشطر بقى منه فكر فيها، قال لك يبقى انا عايز اقدر اكتب واقرا كل الفليب فلوبس اللي جوه الديزاين. عشان اعمل كده هوصل الفليب فلوبس ب على شكل شيفت ريجستر. ماشي، كل الفليب فلوبس هوصلها بشكل شيفت ريجستر، هنسميه سكان شين. فاكرين الشيفت ريجستر يعني ايه؟ شيفت ريجستر يعني فليب فلوب سلم فليب فلوب سلم فليب فلوب سلم فليب فلوب. لما تيجي الكلوك ايه اللي يحصل؟ القيمه دي تروح هنا والقيمه دي تروح هنا والقيمه دي تروح هنا وهكذا. ماشي، فبالطريقه دي اقدر احط ادخل من الناحيه دي مثلا زيرو، الزيرو ينتشر بقى، زيرو يجي هنا بعد 1 سايكل او هنا بعد 2 سايكل وهنا بعد 3 سايكل وهنا بعد 4 سايكل. لو دخلت بعدي 1 يبقى هنا بقى 1، لو دخلت بعدي 0 يبقى هنا 0، لو دخلت بعدي 1 يبقى هنا 1 وهكذا. يبقى اقدر هقدر ادخل كاوتبوت للفليب فلوبس القيم اللي انا عايزها بالظبط، وفي نفس الوقت لو انا ما دخلتش حاجه تمام والفليب فلوب دوت قرا القيمه وليكن ده اللي هو ده كان داخل على القيمه اللي انا مجهوله بالنسبه لي، هقعد اعمل شيفت، القيمه المجهوله دي تتحرك 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 لحد ايه؟ لحد ما اطلعها على البرايمري اوت، على اوتبوت اقدر اشوفه. فده الفكره الاساسيه اللي اسمها ايه؟ سكان شين. ان انا حطيت الفلي فلوبس في شكل شيفت ريجستر اسمه سكان شين، فاقدر ادخل القيم اللي انا عايزها واقدر اقرا القيم اللي انا عايزها. واحد هيقول لي وهو ده مش هيبوظ الديزاين؟ ازاي اوصلهم كده؟ ما هو المفروض مش واصلين ببعض، يعني الفلي فلوب ده واللي تحت منه مش واصلين ببعض، دول واصلين بانبوت مختلف ومطلعين اوتبوت مش واصلين ببعض، يعني الاوتبوت ده ما هواش الانبوت ده. الكونكشن دي كده بوظت الدنيا، الكونكشن دي بوظت الدنيا. عشان كده هقول له كلامك مظبوط، بس احنا ما بنعملش الكونكشن دي طول الوقت. احنا بنعمل الكونكشن دي ساعه التست ونلغيها والدايره شغاله. ازاي؟ عن طريق مالتيبلكسر. مالتيبلكسر الظريف ده لو السكان ب1 معناها ان انا في التست، هاخد الكونكشن، هاخد الانبوت اس اي ده هو اللي يخش على الفليب فلوب، فده اللي يوصل لي السكان شين واللي يوصل لي الشيفت ريجستر بتاعي. في الحاله الطبيعيه السكان بتبقى بزيرو والانبوت الطبيعي هو دي اللي شغال لي الدايره الاوبريشن المظبوط بتاعها. اوكي، جميل جدا جدا. وصلت الفكرة بتاعت السكان شين؟ طيب عملت السكان شين، ادخل ازاي واقرا ازاي؟ احنا قلناها بس تعالى ايه نقولها بقى ايه بصورة محددة، يعني احنا قلناها وسط الكلام. انا محتاج كلوك عشان خاطر ايه؟ ادخل الحاجة في الشيفت ريجستر بتاعي واحدة ورا التانية، وبرضو محتاج الكلوك عشان أقرأ القيمة واحدة ورا التانية، صح؟
احركها كده لحد ما اعرف اشوفها. فيبقى لازم في كلوك عشان احرك الحاجه في الايه، في الاسكانشن. بس عشان اوبزرف القيمه دي، عشان تطلع لي القيمه دي اللي هي الزد اللي هعرف على اساسها الفولت حصل ولا ما حصلش، لازم الدايره تشتغل طبيعي. لازم الدايره تشتغل طبيعي. يبقى بعد ما ادخل القيم هنا، اوكي، اشغل الدايره طبيعي واخلي الفليب فلوب دوت يوصل بالاوتبوت ده عشان يخزن القيمه دي المجهوله دي. لانه في حاله السكان شين، في حاله الشيفت ريجستر، الفليب فلوب دوت مش واخد الانبوت ده، هو واخد الانبوت بتاع السكان، واخد الانبوت اللي يوصله في السلسله من فليب فلوب تاني، مش واصل خالص باللوجيك. فلازم انزل السكان لزيرو واخلي الدايره تشتغل طبيعي عشان الفليب فلوب ده ياخد القيمه المجهوله دي يخزنها جوه، وبعد كده ارجع احط السكان بوان عشان اشيفت القيمه المجهوله دي من فليب فلوب للتاني لحد ما اشوفها في الارض. فهمت الفكره معقده ازاي؟ يبقى انا هوصل السكان فين وابتدي ادخل القيم في الفليب فلوب اللي انا عايزها عشان افورس انبوتس على اللوجيك، وبعدين افك السكان تشين عن طريق ان انا احط السكان بزيرو واسيب الدايره تشتغل وتخزن، اديها كلوك ايدج عشان تخزن القيمه اللي طلعت من اللوجيك في الفليب فلوب، وبعدين ارجع ايه اشغل السكان تاني عشان اوصل السلسله وشفت القيمه دي لحد الاوتبوت اللي اشوفه. اوكي، نكتبها بقى. يبقى انا معلش سوري الاصل الليزر، يبقى انا هكتبها. يبقى اول حاجه هعمل شيفت، هأسرت السكان ب1 تمام، فبقى في السكان مود، هلود الانبوت باترن بتاعي سيريالي واحد ورا الثاني عشان يملا الفري فلوبس كلها من انبوت مخصوص اسمه سكان ان تمام. لما الفري فلوبس تاخد القيم المظبوطه، اللوجيك هيحسب القيمه الصح ويطلع الاوتبوت بتاعه. يبقى انا كده الخطوه اللي جايه محتاج اكابشر بقى الاوتبوت بتاعه، عشان كده الخطوة اللي بعدها اسمها كابشر. هنزل السكان بزيرو وابقى في النورمال اوبريشن مود، فالاوتبوت بتاع اللوجيك هيبقى واصل بالانبوت بتاع الفليب فلوب. اقوم مدخل 1 كلوك سايكل عشان الفليب فلوب يخزن القيمة بتاعة اللوجيك في الاوتبوت بتاعه. كده عملت كابشر للقيمة المجهولة اللي أنا عايز أشيك عليها. بعد كده أعمل شيفت عشان أخد القيمة المجهولة دي أشيفتها لبرة. يبقى هحط السكان بوان وهقرا الريزلتس بتاعة كل الفليب فلوبس سيريالي واحد ورا التاني لحد إيه ما أوصل للريزلت اللي أنا عايزه. هعمل لها برضو رجل مخصوصة اسمها سكان أوت. تمام، يبقى انا كده دي الايه الثلاث خطوات بتوعي، شيفت بعد كابشر بعد شيفت. واحد فكر قال لك طب ما هو الشيفت اللي انا وانا بطلع الاوتبوت ده انا ممكن اشيفت ان الباترن الجديد صح، ما كده كده عندي شيفت ريجستر انا بشيفت اللي جواه، طب انا ممكن وهو بيشيفت اللي جواه اقوم انا بدخل القيم الجديده، ما استناش يصفر خالص او يفضي اللي جواه وبعدين ابدا ادخل القيم الجديده. طب ما اعمل دي مع دي؟
انا اهو يعني وانا بقرا القيمه المجهوله دي اقوم مدخل قيمه جديده، فدي تتشفت والقيم الجديده ايه؟ تتشفت وراها. فيبقى فعليا هي شيفت وراها كابشر، والشيفت دي هي صحيح بتطلع لي الاوتبوت بس بتدخل لي الباترن الجديد، وراها كابشر وراها شيفت وراها كابشر وهكذا. يبقى التستر بتاعي هو مجموعه من الايه؟ شيفتنج وراها كابشر وراها شيفتنج وراها كابشر وهكذا، عمال يلعب في الايه؟ في السكان مود بتاعتي، خليها في السكان ب1 عشان ابقى في السكان مود، والسكان ب0 عشان ابقى نورمال، سكان ب1 سكان ب0 وهكذا. بس في السكان ب1 انا بقى بدخل مجموعه كبيره من الايه؟ من الكلوك سايكلز عشان خاطر ايه؟ امشي بين الفري فلوبس. انما في الكابشر هي 1 كلوك سايكل من الطبيعي. طيب المثال ده عشان اللي ما فهمش، المثال ده ظريف قوي. ادي اهو عندك مجموعه من الفليب فلوبس، ده اللوجيك اهو، معتبرين ان الانبوتس داخل على ريجسترز الاول، وبعد كده في سام لوجيك يودي على ريجستر تاني، وسام لوجيك يودي على ريجستر تالت، والريجستر تالت ده هو اللي واصل بالاوتبوتس. ماشي؟ جميل. حاجة أعمل إيه؟ هحط المالتيبلكسرز بتوعي. أوكي؟ وأبني الشيفت ريجستر. أبني الشيفت ريجستر إزاي؟ إن آخد من السكان إنبوت أهو، ده الإنبوت الطبيعي، وده اللي تحت، والإنبوت اللي فوق هو السكان بتاع السكان شين. فسكان إن أوصله بقى إيه؟ على أول فليب فلوب بأي ترتيب أنت عايزه. الأوتبوت بتاع الفليب فلوب ده يوصل بالفليب فلوب اللي بعده بس بالسكان إنبوت برضه. الأوتبوت بتاع الفليب فلوب ده يوصل بالإيه؟ بالسكان إن بتاع اللي بعده. الأوتبوت بتاع الفليب فلوب ده يوصل بالسكان إن اللي بعده. الأوتبوت بتاع الفليب فلوب ده يوصل بالسكان إن اللي بعده، وهكذا 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 وهكذا. يبقى ايه؟ كل ال 12 فليب فلوب بقوا في شيفت ريجستر واحد، والاوتبوت بتاعه هنا اخر واحد، الاوتبوت بتاعه هو ده السكان اوت بتاعي. ماشي؟ الخطوه دي ان انا احط المالتيبلكسر واعمل التوصيلات دي، دي هي الدي اف دي، دي هي ما اللي اسمها سكان شين انسرشن، دي اللي اسمها سكان شين انسرشن. طيب عملتها في التستر بقى شغل ازاي؟ هتحط السكان ب1، سرت السكان اهو، ماشي، هتبقى في السكان مو، وتلود الانبوت باترن سيريالي اهو. بص عمال تدخل واحده الثانيه الثالثه الرابعه لحد ما ايه؟ على الأقل تملى الثمانية دول. أنت مش محتاج تملى الفليب فلوبس الأربعة الأخرانيين دول. ليه؟ هم مش داخلين على لوجيك، دول مطلعين الأوتبوت. فأحط فيهم قيم عشان إيه؟ أنا بحط القيم عشان أفورس قيم معينة على الإنبوت بتاع اللوجيك بتاعي عشان أحقق الباترن اللي أنا عايزه. تمام؟ فأنا مش محتاج أملى غير الإيه؟ الثمانية دول. الشيفت ريجستر محتاج كلوك، صح؟ يبقى في كلوك اللي واصله على الفليب فلوبس دي هشغلها 8 مرات عشان خاطر ايه؟ اشيفت الثمان قيم. تمام؟ طيب بعد ما الثمانية سايكلز هتدخل لي الثمان قيم دول اوتوماتيكالي، انا مش محتاج بقى اشغل كلوك ولا اعمل حاجه، اوتوماتيكالي القيم دخلت،
كومباينيشن لوجيك مش مستني كلوك عشان يحسب، ده كومباينيشنال تمام، هيحسب هو الاوتبوتس بتوعه الزرق اللي طلع ده، يبقى هو اوتوماتيكالي مجرد ما الانبوتس دخلوا الصح دخلوا خد الوقت اللي هو تي بي دي بتاعه وحسب الاوتبوتس بتاعته اللي هي الزرق. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ ما اقدرش اشوف الازرق دول، لازم اخدهم جوه الفليب فلوب، اخزنهم في الفليب فلوب وبعدين اشيفت، يبقى لازم اشغل 1 سايكل في الطبيعي. يبقى شفت الكونكشن هنا، انا وصلت الفليب فلوب خدت الايه السكان بزيرو، دي عملت دي اسيرشن للسكان عشان ابقى في النورمال مود، فالفليب فلوب ياخد الانبوت بتاع اللوجيك ويخزنه جواه في 1 سايكل. ما انا فكيت السلسله بقى دلوقتي، الفليب فلوب شغاله طبيعي وهتاخد الانبوتس بتوعها من اللوجيك. طيب يبقى بقوا فين؟ بقوا في الاوتبوتس بتوع الفليب فلوبس. فاضل ايه؟ ان انا اشيفت القيم دي في السكان اوت وادخل الباترن الجديد. يبقى حاجه ايه؟ اعمل الشيفت اللي بعد كده، الثمان نقط الزرق دول هشفتهم لبره، يبقى لازم اوصل السكان شين، يبقى لازم السكان تبقى ب 1 تمام، وابتدي ايه اشيفت، وانا عمال اشيفت اهو الثمانيه في السكان اوت، بس قصاد كده انا ايه لازم في نفس الثمانيه سايكلز ابقى بشيفت الايه الثمان قيم الايه الجديده بتاعت الانبوتس. لحسن الحظ ان هنا 8 وهنا 8، يعني ان ايه ان الانبوتس محتاج 8 فليب فلوبس والاوتبوتس اللي انا عايز اقراهم 8، ممكن يبقى العدد مختلف شويه بس مش هتفرق، انا هاخد هشتغل على الاكبر، هشتغل على الايه على الاكبر. طيب فهمنا السكان شين كويس. طيب نيجي لنقطة بقى بعد ما فهمنا كده، نبتدي ايه نفكر. طيب بالنظام دوت لو الديزاين فيه 1000 فلي فلوب، يبقى انا محتاج 1000 شيفت سايكل في كل باترن، 1000 شيفت سايكل في كل باترن صح؟ ليه؟ لأن عدد الشيفت سايكلز يتناسب أو إيكوال بالظبط لإيه؟ لعدد لا ما بلاش إيكوال بالظبط، يتناسب مع الإيه؟ السكان شين لينس. بص هنا المثال كانوا 12 ده عدد الفلوبس، وأنا احتجت إيه؟ 8 شيفتهم، لأن أنا مش بس مش الفكرة إن أنا مش محتاج شيفت دول تمام؟ عشان كده فرق والفرق يبسط. بس هي linearly proportional. طيب فواحد فكر قال لك طيب انا عايز بدل مع كل pattern اخد 1000 سايكل، لو عندي 1000 فليب فلوب عشان ادخل الباترن الواحد، ما انا عايز اوفر الوقت على التستر، فاعمل ايه؟ قال لك طيب قسم الشين لان بارلل شينز، بدل ما يبقوا ال 1000 فلي فلوب في سلسله واحده ما تقسمهم مثلا على 10، يبقى عندك 10 شينز كل شين 100 فلي فلوب، فساعتها الشينز دي هتشتغل بارلل مع الشيفت صح؟ هتشفت في السلسلة دي، شفت في السلسلة دي، أنت مش محتاج تدخل 1000 قيمة أو 1000 سايكل في السلسلة الواحدة، ده أنت بقيت محتاج تدخل 100 سايكل بس في السلسلة الواحدة، فالوقت عندك إيه؟ وفرته، بس خسرت حاجة،
ايه هي؟ ان لما فصلت السلسله قسمتها ل10 بقى عندك 10 انبوتس و10 اوتبوتس، انت فصلته فبقى لازم يبقى عندك 10 سكان ان و10 سكان اوت. طب يعني ايه يبقى عندي 10 سكان ان و10 سكان اوت؟ يعني يبقى عندي على الشيب 10 بينز، تمام، اسمهم سكان ان بدل ما كان واحد بس اللي زودته، فدي تكلفه. و10 اوت يعني هنقي 10 من الاوتبوتس اعتبرهم سكان اوت، فما فيش تكلفه، بس التكلفه جايه في سكان ان، الا طبعا لو عدد الاوتبوتس كان اقل من ال10 فساعتها ايه محتاجة اعمل سكان اوت. فين؟ تمام. طيب مش بس كده، ده كمان التستر اللي بيدخل لازم يختلف، بدل ما هيدخل 1000 قيمة ورا بعض هيدخل 100 قيمة بس يكررهم 10 مرات، يعني هنا 100 وهنا يدخل 100 وهنا يدخل 100، كل انبوت من ال10 يدخل فيه 100، يبقى التستر اصلا لازم يسبورت عدد السكان تشينز العالي ده. اوكي، فموضوع البارل سكان تشين مش بس عندك ده، كمان التستر لازم ايه يسبورته. بس وفرت الوقت ولا لا؟ وفرت الوقت، وعشان كده البارل سكان تشينز دي ايه يعني فعلا بتطبق. طيب حد عنده سؤال لحد هنا؟ جميل، اللي عنده سؤال يقول. انا فعلا بكره ان انا ابقى بكلم نفسي. دكتور، هو انا عندي سؤال، هو احنا بنقعد السكان تشين دي على الديزاين كله؟ تمام، ده سؤال ظريف. هي انت مش بتادي السكان شين، انت بتعملي الكونكشنز زي ما انا شرحتها هنا، يعني فلي فلوبس من الاصل موجودين، انت ما بتحطيش فلي فلوبس زياده، انت بتوصليهم، بتحطي المالتيبلكسرز دي زياده. تمام، او في الحقيقه بقى أنا يعني نبقى برضو نستفيد اكتر من سؤالك، في الحقيقة إن أنا بشيل الفليب فلوب القديم أو العادي وأحط اسمها سكان فليب فلوب اللي بيبقى واصل فيه المالتيبلكسر، يعني بشيل بدل ما أقوم مدخل مالتيبلكسر بس، لا ده أنا بشيل الفليب فلوب وأقوم إيه حاطط فليب فلوب له بيلت إن مالتيبلكسر وله 2 إنبوتس، وأمسك السكان إنبوت ده أوصله بالشكل اللي يحقق لي الايه الشيء. اوكي، طب هو كده انا مش عامله اوفر هيد كبير قوي على الاريا، ان انا يعني بدل كل فليب فلوب بيعتبر زودت له حاجه كمان كده، مش ده اوفر لا هيد على الاريا والباور كمان؟ المالتيبلكسر مش حاجة كبيرة، ده هو 2 ترانزستورز. تمام، فالتو تو ون مالتيبلكسر مش حاجة صعبة، و يعني بس هيبقى اوفر، والكونكشنز الوايرز دي برضو مش الحاجه اللي هتزحم الدنيا، بس ايا كان الثمن انت ايه انت محتاجاه عشان تعرفي تستي، ففي في اوفر هيد صحيح بس مش كبير. تمام. طيب شكرا على السؤال. في واحد بقى فكر في فكرة أصيع، قال لك إيه؟ ده أنا كمان هعمل إيه؟ تيست كومبريشن. إيه بقى التيست كومبريشن؟ قال لي لو حتى التستر بتاعي ما فيهوش عدد السكان شينز اللي أنا عايز أعملها جوه الديزاين عشان أوفر الوقت، ده أنا ممكن أكتفي
بعدد أقل في التستر وأعمل أستخدم إيه زي الزيب فايل. الزيب فايل بيعمل إيه؟ بيوجد سم يعني علاقات كده بين البيتس عشان يعرف يختصرهم وبعد كده يفكهم، صح؟ وإلا يعني بيقلل السايز إزاي وبيحافظ على الكونتنت اللي جوه بالعقل يعني، ما لازم يقدر يرجع القديم. فموضوع الكومبريشن والدي كومبريشن ده أوحى للناس اللي بيعملوا التيست إن يطبقوا نفس الفكرة. قال لك أنا هخلي التستر يكمبرس الباترن، مش الباترن كمان، يكمبرس مجموعة البيتس اللي على الشينز المختلفة من الباترن. يعني انا اول بت في كل شين هعتبرهم ده الايه مع بعض، تاني بت في كل الشينز مع بعض، تالت بت في كل الشينز مع بعض، همسك اول بت في كل الشينز واعمل لهم كومبريشن واخلي التستر يطلعهم مضغوطين فياخدوا شانلز اقل في التستر. وليكن احنا قلنا 10 شينز فممكن التستر يختصرهم لستة. جوه الشيب اعمل ديكمبريشن، جوه الشيب اعمل ديكمبريشن، اطلع العشرة بيتس اللي هيخشوا على العشرة تشينز واوصلهم بالعشرة تشينز ويخشوا، اعمل لهم شيفت عادي جوه المالتيبل سكان شينز وهقرا برضو الاوتبوتس بتاعهم. اجي الاوتبوتس بتاعهم اللي طلعوا 10 بيتس برضو ايه بيت في كل تشين اختصرهم اضغطهم يبقوا 6 بيتس مثلا، او ايه موديهم برضو للتستر اللي مش بيسبورت 10 شانل بيسبورت 6 شانلز بس. ففهمت الفكرة بتاعت التست كومبريشن، ان بخلي التستر يشتغل على الكومبريسد فيرجن من الايه من الباترن بتاعي عن طريق انه يمسك اول البيتس البارلل اللي في الشينز المختلفة يعمل لهم كومبريشن وجوه الشيب اعمل الالجوريثم اللي بيعمل لهم دي كومبريشن وادخلهم واخد الاوتبوتس اعمل لهم كومبريشن واطلعهم للتستر، ويبقى فيه على التستر سوفت وير هو اللي بيعمل الكومبريشن والدي كومبريشن عشان بعد كده التولز اللي بتشيك على النتائج تقدر ايه تشتغل على التست باترن اللي هو اللي طالع عندي من الاي تي بي جي من التول اللي طلع الباتر. اوكي فكده وفرت في حاجتين، تمام، عدد الشينز وبالتالي الكلوكس كبرته اهو، وبالتالي الكلوك سايكلز العدد الكلي اتقسم على عدد الشينز وبالتالي الكلوك سايكلز بتاعت الشيفت وفرتها، وفي نفس الوقت ما احتاجتش بينز كتيرة، ما احتاجتش 10 بين، انا احتاجت ايه 6 بينز بس على قد ايه التستر، وقدرت ان انا اتعامل مع تستر الشانلز اللي فيه ايه اقل من العدد اللي انا محتاجه لو مش هعمل دي كومبريشن، لو مش هعمل كومبريشن. تمام كده فهمنا السكان شين وفهمنا ان تتقسم على مالتيبل شينز وكمان ممكن يتعمل لها كومبريشن ودي كومبريشن. نيجي بقى في الفلو بتاعنا، انا راجل لسه انا ماليش دعوه بالتيست خالص، انا راجل بتاع باك اند عايز ايه اطلع الشيب بتاعتي عشان تروح تصنع، هعمل ايه في الفلو بتاعي؟
انا عارفنا هعمل ايه، هحط اشيل الفليب فلوب واحط الفليب فلوب الجديد ابو مالتيبلكسر واتنين انبوتس واوصلهم على شكل ايه السكان شين، ده اللي انا محتاج اعمله. طب هعمل الحاجات دي فين؟ تمام، في الفلو بتاعي طبعا لازم بعد الجيت ليفل، ده انا عندي جيتس وعندي فلي فلوبس، يبقى لازم بعد ما طلعت الجيت ليفل وعملت جيت ليفل فيريفيكيشن وطمنت انها شغاله، ابتدي اعمل ايه؟ احط الايه السكان شينز بتاعتي. لحسن الحظ برضو ان في تولز اوتوماتيكالي بتساعدني ان انا اعمل السكان شين انسرشن، وكمان زي ما قلنا ان في تول هي مسؤوله انها تطلع لي الباترنز اللي هستخدمها، عشان الراجل بتاع التيست برضو مش ما يتعبش، وهو التول هي اللي هتطلع له الايه الباترن، وانت الراجل بتاع الباك اند انت التول اللي هتعمل لك السكان شين انسرشن. فيبقى بعد السنسز لازم يتم، بعد السنسز ووصلت للجيت ليفل واطمنت انها شغاله، اقوم عامل بقى سكانشن انسرشن، فاشيل النورمال فري فلوب واحط السكان فري فلوب واوصله. بس السكان فري فلوب زايد عليه مالتيبلكسر، فاكيد الديلي بتاعه مختلف، فيبقى لازم بعد السكان شين انسرشن لازم اعمل تايمنج اناليسيس جديد، لازم اعمل اس تي اي جديده عشان اضمن ان التايمينج مفيش حاجه منه السلاك بقى بالنيجاتيف، مفيش حاجه منه ضربت، ولو في حاجه ضربت ابتدي في اكس اشوف اللوجيك اللي في السكه وابتدي ان انا اعمل سايزنج اب، ابتدي اعمل ريستراكشرنج، اظبط الايه التايمينج بتاعي. فطبعا العمليه دي مقرفه شويه، ان الكريتيكال باس بتاعي اكيد لو انا عامله على يا دوب على من غير سلاك، لما احط السكان فلي فلوب هيضرب، وبالتالي لازم اقعد اصلح في الكريتيكال باس، دي حاجه بايخه. فبعض التولز بتحط السكان شين اثناء السنس، انها من الاصل تبتدي تستخدم السكان فليب فلوب دايركتلي في السنسز عشان وتستخدم الديليز بتاعتها في الاوبتمايزيشن، بحيث انها تبقى حاسبه الدنيا صح وتطلع الحاجه شغاله ومش محتاج تغير فيها. اوكي، طيب اليانس بتاعنا مش كده، الأمس بتاعنا بعد ما خلص السنسز لازم بتعمل ايه السكان شين انسرشن. طيب سيبنا من اليانس دلوقتي، احنا كل ده كلام نظري، فعرفنا بنعمل ايه امتى. في واحد فكر بقى فكرة اظرف، قال لك طيب انا تستر تكلفة، هل أقدر أستغنى عن التستر؟ وجاوب على السؤال ده، قال لك أنا ممكن أعمل بيلت إن سيلف تيستنج، مش أنا في الآخر التستر ده بيدخل باترنز ويشوف الأوتبوتس بتاعتها مظبوطة ولا مش مظبوطة ويقول لي الدنيا شغاله او مش شغاله. طب ما اعمل حاجه اسمها بيلت ان سيلف تيست، اخلي الدايره هي اللي تطلع الباترن، جوه الشيب اطلع الباترن وادخله على الدايره على الشيب بتاعتي، تمام، واخد الاوتبوت اقارنه بالايه بالقيمه اللي المفروض تطلع صح، وبناء عليها يبقى عندي
كنترولر يقدر يعمل هو المقارنه ويقول لي ده انا ايه عندي، او كومباراتور سوري، يقدر يعمل هو المقارنه ويقول لي هل في ايرور ولا لا، وبقى كده مش محتاج التستر. بس زميلتنا اللي كانت بتسأل السؤال اكيد عايزه تسأل دلوقتي ايه، طب هو ده مش اوفر هيد؟ اقول لك لا، اوفر هيد كبير. انت هتعمل دايره هي اللي بتطلع الباتر، هتعمل دايره بتقارن الاوتبوتس بالجزء بتاع الاوتبوتس بتاع الباترن، وكمان كنترولر هو اللي يقعد يشغل السكان ب1 ويعمل شيفت وينزل السكان بزيرو ويشغل نورمال 1 سايكل وبعدين يعمل شيفت وهكذا. كل الكلام ده لازم ايه كنترولر ده هو اللي يقوم بيه. فالديزاين بتاعه هو الاخضر اللي في النص ده، كل الحاجات التانية دي انا زودتها عشان خاطر ايه استغنى عن التست واعمل تيستينج اون تشيب. طيب الباترنز بتبقى كبيره تمام، فعشان اخزنها في الشيب انا محتاج ميموري جامده قوي، والميموري تكلفه، ما هتاخد اريا وبالتالي تكلفه. ف معظم، مش بقول انها ما بتتعملش، بس معظم البيلت ان سيلف تيست بيستخدم حاجه اسمها باترن جينريتور، ويكتفي بباترنز راندوم، او هي مش راندوم، هي اسمها سودو راندوم، يعني شبيهه الراندوم، هو عارفها ماشي، باترنز شكلها راندوم بس هو عارفها، مش باترنز محدده ليها، يعني ايه ليها تسلسل معين راندوم بس ايه محفوظ. معرفش احنا سمعنا عن كلمه سودو راندوم دي في اي حاجه قبل كده في الكوميونيكيشن؟ سودو راندوم يعني شكلها راندوم بس هي ماشيه بتسلسل معروف، يبان للي ما يعرفوش انه راندوم، واللي مسؤول عن التسلسل ده حاجه اسمها السيد بتاعه الايه السودو راندوم باترن جنريتور. السيد دي هي اللي بتخليه يمشي بالتسلسل معين فيطلع باترن شكله راندوم بس هو معروف للدايره، او معروف ليا انا بقى كايه، عشان انا الباترن زي لازم ادخلها للاي تي بي جي وهي تحسب لي الاوتبوتس، وعشان اعرف اعمل كومباريزون. بالاضافه الى كده هو كمان بيعمل حاجه اسمها سيجنتشر انلايزر، بيحاول ان هو ياخد الاوتبوتس يختصرهم شويه قبل ما يقارنهم عشان برضو يوفر في الدايره، فيجنريت حاجه اسمها سيندروم او سيجنتشر من الاوتبوتس بتاعت الدايره، يقارنها بالكوريكت سيجنتشر اللي محفوظه عنده من ضمن الايه الباترن. كل باترن له ايه كوريكت سيجنتشر، ف السيجنتشر انلايزر ده يحاول يطلع السيجنتشر اللي يعرف يقارنها بالكوريكت سيجنتشر، وبناء عليه يقول ايه حصل ايرور، ف شيب طلع فلاج تقول انا باظت انا مش شغاله، او تقول ان الدنيا تمام والدايره شغاله مظبوط. الفكره طبعا يعني ادينا فهمنا الفكره، الفكره دي ليها مزايا وعيوب. اول ميزه ايه؟ ان انا استغنيت عن التستر خالص، والتستنج كوست بالكامل، يعني مش هتعاقد اصلا مع الشركه بتاعه التست. بس قصاد كده بقى في اريا اوفر هيد عندي وكومبلكستي في الديزاين، لان مش حاجه سهله ان انا اعمل ايه الحاجات دي. طيب وفي نفس الوقت برضو مش محتاج اعمل بورتس، صح؟ كان عندي سكان ان وعندي
سكان اوت عشان يوصلوا بالتستر مش محتاجهم، صح؟ تالت حاجة، أنا بدل ما هروح وأتعاقد مع الشركة وأديلها أشحن لها الشيبس بتاعتي وتدخلها في الميعاد على التستر واللي هي فاضية فيه وتبعتهم لي، ده أنا مجرد ما هشغل الشباية بتاعتي في الجهاز هقدر أتست، فالتستنج هيبقى أسرع. أسرع مش نتيجة إن الدايرة دي أسرع، لا، نتيجة إن أنا الشيبس مش هتروح وتيجي، الشيبس عندي. فهمت أسرع إزاي؟ تمام. فدي المزايا بتاعة البيلت إن سيلف تيست. طيب العيوب، إحنا قلنا أول حاجة طبعاً الأريا والكومبلكستي. طيب تاني حاجة، إن أنا مستخدم باترن جنريتور، باترن جنريتور ده سودو راندوم، مش هيطلع لي كل الباترنز اللي أنا ممكن ابقى عايزها عشان اعمل كفرج عالي. فالراندمنس او يعني الليميتيشن بتاع الباترن جنريتور مش يعني مش هيقدر يطلع لي كل الباترنز اللي انا طلعتهم من الاي تي بي جي تول، هيطلع لي ايه مجموعه اللي هي ايه اللي موجوده عنده في السيكونس. هتقول لي طب اعمل باترن او اعمل سيكونس تغطي كل الباترنز، اقول لك لا صعبه. الباترن جنريتور ده بيمشي بتسلسل معين محكوم بايه بالسيت دي، مش شرط يطلع لي الا كل الفيكتورز اللي انا عايزها. فبالتالي انا محكوم بالباترن ده، وده هيؤدي لكفرج اقل. يعني ممكن تقول انها شغاله وتطلع في الارض فيها ايه مشكله صغيره. تمام. اخر حاجه، نتيجه ان انا استخدمت سيجنتشر انلايزر ده عمل لي اوتبوت كومبريشن وقارنت الكومبريسد فيرجن. شايف انت هنا انت ما فكتش الكومبريشن، انت قارنت الكومبريسد فيرجن، فده برضو ممكن يديك ايه ليس اوبزرفابيليتي. ماشي. طيب جميل جدا. السلايز دي بتتكلم على الباترن جنريتور، يعني نلغيها او يعني مش هسألك فيها، ممكن اقول لك ايه بس مش هسألك فيها. الباترن جنريتور ده بيبقى حاجة اسمها سودو راندوم سيكونس جنريتور، تمام، وده بيبقى حاجة اسمها لينير فيدباك شيفت ريجستر. دي الدايرة اللي بتستخدم كسودو راندوم سيكونس جنريتور. اللينير فيدباك شيفت ريجستر بيبقى فيه تابس، يعني ادي شيفت ريجستر اهو، بس في نودز معينة واخدها عامل لها اكس اور مع نودز ثانيه، بحيث ان انا ايه وموصلها عامل لها فيدباك. ده اسمه ايه لينير فيدباك. على حسب التوصيله دي هيبتدي يطلع باترن معين ويكرره بعد ما يخلص. فالمثال ده هيطلع لي الباترن دي، هيطلع لي ايه بقى 1 1 1 1 1 0. تمام. ده بعد ما ايه ده القيم اللي عند كيو 0 وكيو 1 وكيو 2. اشوف انا عايز امشي على انهي واخد الايه السيكل. او ادخلها دي على الانبوت ودي على الانبوت ودي على الانبوت تاني، على حسب انا محتاج امشي او محتاج ايه عندي في الايه ادخله على الدائره. السيجنتشر انلايزر برضو في فاميلي من السيركت اسمها بيلت ان لوجيك بلوك اوبزرفر. دي بتبقى شبه اللينير فيدباك شيفت ريجستر بس اعقد شويتين.
ان عندها كنترول سيجنال تمام ب اللي هي سي 0 وسي 1 دي بتكنترول الفيدباك، ممكن تقفله اهو عن طريق المالتيبلكسر ده، وكمان بتكنترول ان انا ادخل انبوت اللي هو الاوتبوت بقى بتاع الدايره، ادخله على الشيء ريجستر عشان يطلع لي سيجنتشر منه. اوكي، ف التو كنترول بيتس دي بيحققوا لي اربع مودز، لا اما اقدر ريسيت واصفر كله، لا اما اقدر لود الانبوتس بتاعتي اللي هي الاوتبوتس بتاعت الدايره ادخلها جوه السيركت بتاعتي هي اللود، وبعد كده اقدر اعمل تيست مود اللي هي ايه، ان انا باخد الاوتبوت دي لما دخلتها ابتدي اشغل الفيدباك واطلع منها سيجنتشر اقول له سندروم، وبعد كده اقدر اعمل السكان مود ان انا شيفت القيم بتاعت السيجنتشر للكومباراتور عشان يقدر يقرر. يبقى انا على طول بعمل لود بعديه تيست بعديه سكان عشان ايه اقدر اشتغل زي ما قلت لاين 14 و 15 مش هسألك فيهم في الامتحان. طيب فهمنا خلاص البيلت ان سيلف تيست او اختصارا بنقول بيست. واحد هيسألني اكيد او هيتبادر لذهنه حتى يقول هو بيست مختلف عن الاسكان، يعني لا بيست لا سكان، ولا هل الاثنين دول ضد بعض؟ اقول لك لا خالص، السكان شينز دي فين؟ دي جوه الضغط بتاعتك، جوه الديزاين بتاعك. البيلت ان سيلف تيست هنا، السكان شينز جوه هنا، البيلت ان سيلف تيست حوالين الديزاين، فعادي ممكن يبقى عندي هنا جوه سكان شين واملاها الباترن واقراها كاوتبوت واطلع السيجنتشر، وممكن كمان ايه يبقى عندي مالتيبل سكان شينز زي ما عملنا، ويبقى عندي اكتر من بملة من اكتر من انبوت ويمشوا بارلل جوه السيركت واقراهم برضو بارلل واعمل منهم ايه السيجنتشر، يبقى الاثنين مكملين لبعض. دي حاجة كون ان انا اضيف البيست ما مش معناه ان انا اشيل السكان شينز. اوكي، فيبقى هنا البيست اهو بيوصل على السكان شينز والسيجنتشر انلايزر بيوصل بالاوتبوتس بتاعه السكان شينز. اوكي طيب جميل، الحتة الأخرانية دي برضو عشان إيه؟ لما لو تقراها ما تلخبطكش، كان make it configurable to act as regular scan chains. الـ pattern generator أهو من جوه عبارة عن shift register بس فيه feedback. والبيلبو اللي هو الـ signature analyzer برضو عبارة عن linear feedback shift register، وممكن أوقف أقفل فيه الفيدباك وأشغل shift register عادي. فالاثنين دول اقدر ان انا اشغلهم كشيفت ريجستر عادي عن طريق كنترول سيجنالز، وشيفت يبقى عندي 1 شيفت انبوت من الخارج كمان و 1 شيفت سكان انبوت سوري من الخارج و 1 سكان اوتبوت للخارج، وال الشيفت ريجسترز دي يشتغلوا طبيعي ويدخلوا سيجنالز على المالتيبل سكان ويخرجوها منها. طيب انا هنا اقدر ادخل املى الشيفت ريجستر ده، وبعدين ادخل هو الشيفت ريجستر الخضراء اللي هي بتاعت
ماشي، وبعدين اشغل الدايره عادي واخد القيم اللي بره، القيم بتاعت اللوجيك، واخرجها لبره، وبعدين اشيفتها. كل ما اخرج واحده في البارل اشيفتهم، شيفت بالاوتبوت ده للخارج، بعدين اخرج 1 بيت من كل شين وشيفتها للخارج، بعدين اخرج من 1 بيت من كل شين وشيفتها للخارج. فيبقى كده كمان انا اقدر ايه ان استخدم البلوكين اللي انا عاملهم عشان البيلت ان سيلف تيست ان هم يبقوا يشتغل مع التستر عادي، ويبقى عندي سكان ان من بره وسكان اهو. دي كلمه ان هم كونفيجرابل، يعني تقدر تشغله بالت ان سيلف تيست وتقدر ترجعه كريجولر سكان شين. طيب نيجي لاخر بقى موضوع وهو الباوندري سكان. الباوندري سكان ده شبه السكان شين بس الاسم بيقول لي باوندري، يعني هو سيبك من الاسم، عملوه هو شبه السكان شين بس عملوه عشان خاطر البي سي بي. تمام، مش الشيب بتتلحم في البي سي بي، والبي سي بي دي ليها تراكس اسلاك، وممكن القصدير ما يبقى لحم عدل او ما لحمش، او بالغلط عمل شورت بين اتنين وبعض. اوكي، وبالتالي احنا محتاجين نقيس البي سي بي الشيب جوه البي سي بي، يعني بعد ما حطيت الشيب في البي سي بي عايزه تيست. ده اسمه ايه؟ بورد ليفل تيستنج. انا بتست البورد بقى مش بتست الشيب. في التيستنج بتاع البورد انا يهمني ايه؟ يهمني مش هتاكد من الفانكشناليتي، وانا هقعد اتاكد من الفانكشناليتي كم مره. انا يهمني تيست الحاجه الجديده اللي هي ايه؟ الكونكشن بين البورد وبين الشيب. بالك بسيطه. مش الكونكشن دي لو تمت هيبقى جوه الشيب نفس القيمه اللي بره الشيب اللي على السلك بتاعت البي سي بي؟ اكيد. وبالتالي لو حطيت فليب فلوب سميه باوندري سكان سيل يخزن القيمه اللي جوه اللي دخلت من الانبوت بقت جوه الشيب، كده هعرف اقارنها، اقارن اللي جوه الشيب باللي بره الشيب، فبقى كده هعرف ايه اعمل باوندري سكان تيست. فكلمه باوندري عشان هو ايه؟ الانبوتس اللي بتاعه الشيب، والاوتبوتس كمان، وهقول لك الاوتبوتس هتفيد في حالا في السلايد اللي بعده. خليني اقولها بالمره وبعدين ارجع اغطي الحاجات اللي موجوده. فالفكره من الباوندري سكان ان بيبقى عندي في الاخر لا اما انبوتس العالم الخارجي، لا اما شيبس واصلين كلهم على البي سي بي. اوكي، طيب والشيبس اللي على البي سي بي واصلين ببعض اكيد. طيب اللي بالاحمر دي البي سي بي انتركونكت، الوصلات بتاعه البي سي بي اللي على البورد. تمام، فلو مسكت كل تشيب عملت على الانبوتس والاوتبوتس بتوعها الباوندري سكان سيل اللي بتخزن القيمه، واقدر كمان اوصلها على شكل شيفت ريجستر، واقدر كمان اوصلها على ايه؟ شكل شيفت ريجستر. ده شيفت ريجستر بيوصل ايه؟ يوصل الباوندري سكان سيلز
اللي دايركتلي كونكتد للانبوتس والاوتبوتس، مش بقى زي السكان تشينز دي اللي ماسكه الفليب فلوبس كلها اللي جوه السيل. لا دي ملهاش دعوه بالفليب فلوبس، دي ليها دعوه بالاي اوز فقط، ليها دعوه بالايه بالاي اوز فقط. عباره عن سيل واصله بكل اي او بتخزن القيمه بتاعته زيرو ولا واحد، وتقدر توصلها على شكل ايه شيفت ريجستر برضه. فلو وصلتها على شكل شيفت ريجستر وبعدين خدت الاوتبوت بتاعها دخلته على الشيب اللي بعدها الباوندري سكان تشين الشيب اللي بعدها، وبعدين دخلته في الشيب اللي بعدها، وبعدين دخلته في الشيب اللي بعدها، بقى عندي سيريال ان وعندي سيريال اوت. اقدر اعمل ايه بقى؟ بص اقدر ادخل قيم زي ما انا عايز على الاسلاك على الكونكشنز بتاعتي. بص يعني انا هنا ايه حطيت القيمه دي اللي انا عارفها في النقطه دي، حطيت القيمه اللي انا عارفها في النقطه دي، تمام، وحطيت القيمه اللي انا عارفها في النقطه دي وفي النقطه دي، النقطه دي النقط دول كلها اوتبوتس في الايه في الشيب. المفروض البي سي بي بقى هتاخد الاوتبوت من هنا توصله على الانبوت ده، فاروح ادور على الانبوتس اللي على الطرف الثاني من الكونكشنز بتاعت البي سي بي في بابل البرتقالي هنا ناقصه. ماشي، كل اوتبوت طلعته من شيب وصل وراح كانبوت للشيب ثانيه، فاقدر اقرا النقط البرتقالي دي وقارنها بالنقط الخضراء، صح؟ يبقى كده تأكدت إن الكونكشن بتاعت البي سي بي دي سليمة ولا لأ؟ تأكدت طبعًا. أهو أنا شفت القيمة اللي الشيب دي مطلعاها، وشفت القيمة اللي دخلت جوه الشيب، ولقيتهم زي بعض، معناها إن الكونكشن بتاعت الشيب دي مع البي سي بي صح، والكونكشن بتاعت البن ده الشيب دي مع البي سي بي صح. أوكي؟ تفهمنا الفكرة؟ بتاعه الباوندري سكان تشينز والباوندري سكان تيست. يبقى انا بشيفت ان الفاليوز عشان تخش في السكان تشين، وبعد كده بشيفت الاوت الفاليوز اللي ريسيفد من الايه في الناحيه الثانيه من الكونكشنز بتاعه البي سي بي وقارن البوث فاليو. عشان كده هتسمع حتى على حاجه اسمها جي تاج، اكيد يعني ايه عملنا مع اي حاجه طبعا في الاردوينو ولا اي بورد كده لعبنا بيها جي تاج. ايه جي تاج بين ده؟ في حاجه اسمها جوينت تيست اكشن جروب، عرفوا ستاندرد اسمه الجي تاج، وعملوا حاجه اسمها تيست اكسس بورت عشان خاطر موضوع الباوندري سكان ده، حددوا له بينز معينه في الجي تاج بورت ده، بحيث انك تقدر تحط تيست كلوك عشان تعمل تيست سكان الباوندري سكان تيست كلوك والتيست مود سيلكشن برضو اللي هي زي سكان زي سكان بتبقى 0 او 1، تمام، وتي دي اي هي تيست داتا ان اللي هي زي سكان ان، والتي دي او اللي هي زي السكان اوت، بس دول على بتوع الايه بتوع الباوندري سكان، عشان كده اساميهم مختلف عشان ما تلخبطش. واوبشنالي في الجي تاج بورت بيبقى فيه التست ريسيت ده، بس يعني عاده احنا ما يعني مش محتاجين نعمل تست ريسيت، انت محتاج تحط الداتا شيفت داتا سيريالي وتمشي الكلوك، وبعد كده تكابشر عن طريق المود، تغير المود وتكابشر، وبعد كده تشيفت
output shift out الداتا وتقارن. ماشي. نيجي الحتة بس ايه انا فوتها هنا. هتقول لي هم زمان كانوا بيعملوا كده، اقول لك لا، زمان كان الايسات كلها اللي هي اسمها ثرو هول، يبقى البي سي بي مخرومه والرجل طويله وتعدي من الخرمه وتتلحم. اولا دي كانت بتبقى يعني لحام احسن، بس برضو كان بيحصل فيها ديفكتس، وكان ممكن يحصل في تصنيع البي سي بي ديفكتس، بس كانوا بيستخدموا طريقه تانية اسمها فلوتنج بين تيست وبيد اوف نيل تيست. دي عباره عن ايه؟ تيستر بيعمل الكلام ده، بيبص على الرجل اللي وصلت من الشيب دي والرجل اللي وصلت من الشيب دي عن طريق بروبز، عارف انت زي الابو كده، مش عندك تو بروبز وبتحطهم تكون بايدك تقيس. هو نفس الفكره بالظبط، هو بينزل البروب ويقيس النقطه هنا ويقيس النقطه هنا ويقارنهم ببعض. فالثرو هول تكنولوجي اللي كان بيبقى الايسيهات ليها رجلين وبتخش جوه البي سي بي بتفتحهم، يبقى دايما الايسيهات من على وش والرجلين باينه من على الوش الثاني. فبيحطوا البي سي بي على حاجه اسمها بيد اوف نيلز، سرير من الايه، من الاشواك، اللي هو ايه، كونكت على الرجلين من تحت الناحيه اللي الرجلين فيها باينه ويقار، ومش محتاج الباوندري سكان. لما جم عملوا السيرفس ماونت بقى صعب، من الرجل مش معديه الناحيه الثانيه، ده الرجل من ناحيه الشيب، فلازم يعملوا حاجه اسمها ايه، الفلوتنج بين، يعني الرجل البروبز تنزل بس في اماكن محدده توصل بالرجلين عشان تقيسها. طيب بس جه بعد كده والدنيا تطورت وبقى في حاجه اسمها بول جريد اريه، وبقت الكونكشنز مش باينه خالص من العالم الخارجي، الكونكشن من تحت الشيب البول جريد اريه يبقى الرجلين تحت الشيب. طب هتوصل لها بالبروب ازاي عشان تقيسها؟ استحاله. عشان كده بقى اخترعوا الايه، الباوندري سكان تيست. جميل. اليانس بقى بيعمل ايه؟ الكلام اللي فات ده كله نظري وداخل معاك في الامتحان، اثناء التو سلايدز اللي 14 و15 اللي قلت لك ايه شيلهم. اليانس بقى عامل ايه؟ كتولز اقدر استخدمها. احنا قلنا محتاجين تو تولز، تول عشان سكان شين انسرشن، وتول عشان الباتر جنريشن اللي هي بي تي بي جي. فهو عامل تول بتاعه الدي اف تي اللي هي سكان شين انسرشن، نسميها سكابين. سكابين دي بتاد اوتوماتيكالي، بتغير الفليب فلوبس بالسكان فليب فلوبس وتوصلهم في شيفت ريل. فتقول له سكابين وتدخل له ال VST فايل اللي هو جيت ليفل فايل بتاعك، وتقول له الاوتبوت بتاعك برضو عشان لو مش عايزه يوفر رايت VST، لان ده هيبقى برضو VST. وتقدر تدخل له باس فايل، باس فايل تحدد فيه انت الايه اللي يمشي ازاي في التوصيله بتاعت الفليب فلوبس دي، اوبشنال انت براحتك ممكن ما تحددهاش. اوكي، تاخدها باي ترتيب يطلع لك. ماشي،
options اللي عندك دي الريبوز ار يعني الريجسترز يتعمل لها ريبليسمنت بالسكان فليب فلوب. تمام داش ار يعني تريبليس. طب لو ما قلتلوش داش ار هيعمل ايه؟ هيسيب الفليب فلوب ويحط المالتيبلكس. اوكي عشان يحقق الايه السكان فليب فلوب من غير ما يغير الفليب فلوب اللي انت مستخدمه. يبقى داش ار بيريبليس الفليب فلوب. طيب داش بي دي بارامتر فايل اللي هو بيكونتين some properties بتاعة السيلز اللي هي تستخدمها. لو هتستخدم البارامتر فايل ده تقدر ان انت ايه هنشوفه تكتب داش بي. داش بي بقى ان يحط output buffer قبل السكان اوت. السكان اوت بتاعك المفروض طلع من فليب فلوب وهيتعمل له رجل مخصوصة او هياخد رجل من البرايمري اوت. ولو هيتعمل له رجل مخصوصة انت محتاج بافر عشان تقدر تدرايف السيجنال للعالم الخارجي. فداش بي حط بافر في السكان. طيب الدوت باس فايل احنا قلنا هي في هنا لازم نديله باس فايل ماشي. ده في السكانشن باس بتقول له begin pass ديك the keyword وترتب له ال flip flops وتقول له end pass. ده كده ايه كل كل ال flip flops موجودة هنا بأي ترتيب بقى انت حطهم بأي ترتيب انت عايزه. وبعد كده تقول له begin connector تقول له السكان ان اسمه ايه والسكان اوت اسمه ايه والسكان تيست اللي هي السكان كنترول سيجنال اللي بتبقى زيرو عشان تشتغل عادي او 1 عشان توصل الشيفت ريجستر تقول له اسمها ايه وتقول له end connector. يبقى لازم تديله الفليب فلوبس بأي ترتيب ولازم تديله الثلاث أسامي دول. طيب نجيب الفليب فلوبس ازاي عشان نديها له في الملف؟ بمنتهى البساطة انت تفتح ال VST فايل اللي هو جيت ليفل بتاعك وتجريب كل السطور اللي فيها اسم الفليب فلوب. جريب دي يعني ايه؟ دي ده كوماند في اللينوكس بيعمل ايه؟ بيلقي السطر اللي فيه الايه؟ اللي فيه الكيورد دي. ف كات ده عشان تفتح الفايل و ده عشان تبايبلاين ان بعد ما تفتح الفايل تعمل الايه كوماند الثاني ده. ده في اللينوكس يعني ضروري نعرف اللينوكس وهتلاقي انترودكشن على اللينوكس. مش عارف المايند ده كل فايلات ولا ان انا معلش ما حطيتش الحاجه على التيم. اللي انا فهمته انه الداكو اصلا الفيرتشوال ماشين قال الداكو برضو الدوكيومنتس. حد يرد؟ يا جماعة الميتنج شغال ولا لا؟ انا بجد متضايق قوي من عدم هو شغال بس انا لسه ما نزلتهاش فما خدتش بالي قوي هو بقى قلت لي ما ادش ولا لا. ماشي طيب اشكرك ان انت رديتي. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ فيرتشوال ماشين باشمهندس اداها لواحد مننا ولسه يعني هيوزعها علينا.
لسه ما انتشرتش يا خبر ابيض. رول هاتلين رول ماشي. وزميلنا التاني اللي رد اسمك ايه؟ عبد الرحمن محمد. ماشي شكرا لكم على التفاعل. اوكي طيب هحط حاجه. انا قلت المندوب بتاعكم في المحاضره يفكرني. هو عليان معانا بعد المحاضره ما حطيتش الحاجه على التيم وما فكرنيش وخدت بالي دلوقتي الصراحه يعني. هو اليانس معانا. هو دي سينوبسيز اللي لسه بتتوزع. اليانس معاك. طيب ماشي كويس. شكرا للتوضيح. انا كنت حزعل يعني ان لحد دلوقتي اليانس مش معانا. ماشي طيب جميل. هو احنا خدنا التوتوريال على اليانس كمان. هو سينوبسيز هي اللي كانت يعني استلمناها في التوتوريال ولسه بتتوزع علينا بس. ماشي جميل. هنا الكوماند ده عشان خاطر ايه تلم في الـ هتلاقي في التيرمينال كده اما كاتب لك السطور كل السطور اللي فيها ايه كلمه اس اف اي ورا بعض كده تاخدهم كوبي وتسميهم في فايل اسمه سكان دوت باس. تمام. وتكتب بقى الكيوردز دي والكيوردز دي ثلاث اسامي دول وتران كوماند بتاعك اللي هو سكابين تقول له في وار وبي عشان يكتب لك هو بيعمل ايه ويريبليس ويحط لك البفر. وده اسم ال في اس تي فايل اللي هي الجيت ليفل بتاعك. تمام. عاملين له برضو وايلد كارد اللي هو قصاد الدولار ساين هنا وسكان ده اسم الفايل اللي انت عملته سكان دوت باس ما بنكتبش الاكستنشن. واسم الجيت ليفل الجديده اديناها اسم مختلف نفس الاسم بس زودنا عليه اندر سكور سكان. ففي الميك فايل بقى كده تقول له التارجت ده تقول له ميك اي سي سكابين ريجستر هيقوم هو ايه عامل لك الجريب شغل الكوماند ده فتح لك الفايل عامل لك جريب وطلعها لك على التاني تاخدها كوبي تحطها في الفايل دوت وتكمل كتابته وتسيبه وبعد كده تقول له ايه ميك اسم الفايل اندرسكور بي اندرسكور ال اندرسكور سكان دوت في اس تي. فكده هيروح ايه لو لقى عندك اي اسم اندرسكور بي اندرسكور ال اندرسكور اهو. تمام. لا ثواني ده كده ده الميك ده جامد جدا كده ميك هيروح ينفذ الرول بتاعت البي اللي هو بوم. تمام. وبعدين بوج وبعدين لون وبعدين يعمل كمان ايه الرول دي بتاعت اندرسكور سكان ياخد الفايل الفي اس تي اللي طلع وايه ويرن عليه الكوماند. ده مثال اهو من الاوبوت. هو بيقول لك انا هقرا الفايل اللي اسمه اس اكس ليب سكابين و لا الفايل بتاعك اللي هو اس ديت ام اندرسكور بي اندرسكور ال وهيبتدي انسرت الباس. فبيقول لك انا ريبليس الفليب فلوب الفلاني ده بالفليب فلوب التاني ده. تمام. ريج ماكس ده اللي هو يعني ايه ريجستر ويز ماكس يعني قصده السكان فليب فلوب فهي اسمه اس اف اف 2 والسكان فليب فلوب هو اس اف اف 2 واس اف اف 1 هو الفليب فلوب العادي. تمام. واحنا عندنا اربعه فبدلهم لك الاربعه اهو. قال لك انا حطيت البفر قبل البورت اللي اسمه سكان اوت. لو فتحت الجيت ليفل الجديده بالتول اللي اسمها XSCH هتلاقي انه فعلا الفليب فلوبس اتغيرت وبقى ليها زي ما انت شايف كده اربع
inputs. تقول لي ايه ده؟ اربعة؟ مش هما اتنين؟ اقول لك ما تنساش ده اتنين دول اللي وصلين على الانبوت بتاع الفلفل، بس في السلكتور بتاع المالتيبلكسر ده التالت، في الكلوك ده الرابع. يبقى هي فعلا عندها اربعة inputs وان اوت. اوكي تمام. طيب اليانس ما عندهاش STA tool زي ما قلنا، فاحنا اللي ممكن نعمله ان احنا نسيميليت النت ليست الجديده بعد الريبليسمنت بعد الاسكانشن انسيرشن برضه باستخدام موديل سيم. هتاخد الفايل الجديد وترنيمه الفي اتش دي وتاخده عندك على الويندوز وترن نفس التست بنش. تمام، المفروض الدايرة هتشتغل مظبوط. اوكي، فاكرين احنا عملنا تيست بنش في اتنين دوت، واحدة بهيفيرال واحدة جيت ليفل، وقارناهم خليناه يقارن الاوتبوت من ده بالاوتبوت بتاع ده، فنفس التيست بنش ده هنقدر نستخدمه هنا. ممكن بقى تضيف انك تعمل دوت تالتة وتقارن التلاتة ببعض، الاسيرشن بتاعك يقارن ايه التلاتة ببعض. ماشي، لو اكتفيت بالاتنين برضو ايه انك تحط الجيت ليفل دي بدل الجيت ليفل التانية ذاتس اوكي برضو، انت اوريدي اختبرت الجيت ليفل التانية من غير الاسكان شيء. بس انت لما عملت كده ما اختبرتش الشين اصلا واصله صح ولا لا، انت كده اختبرت النورمال اوبريشن. ففي النورمال مود عايزين كمان نختبر السكان مود، صح؟ مش هو السكان مود بوصل شيفت ريجستر؟ طب لازم اتاكد بقى فعلا واصلين كلهم ببعض وادخل باترن واشوفه فعلا طلع لي من الناحيه الثانيه ولا لا، اشتغل شيفت ريجستر ولا لا. يبقى لازم احط التست ب1 اللي هو سكان 1، انا هنا في الفايل سميته تيست، يبقى لازم احط تيست ب1 وبعدين ادخل باترن من الانبوت في السكان ان واقرا نفس الباترن في الاوتبوت اللي اسمه سكان، واكتب لها assertion عشان اتاكد ان هي مظبوطه. طيب تعالى نعملها دكتور. ايوه، هو بعد اذنك هو احنا ممكن نقف لحد السلايدز اللي فاتت دي عشان عندنا كويز بكره يعني نلحق ولا لا. ايه يعني حاسس المحاضره يعني انا مش هاخد ساعه يعني كبيرة أوي. أنت عايز تسيب الميتنج واسمع الريكوردينج بعدين؟ براحتك. خلاص أوكي ماشي يا دكتور. لا. طيب تعال نعمل بقى التست. التست بيمشي زي ما هو، إحنا بس عايزين إيه نضيف حتة بتاعت ان انا اتست الايه الشيفت ريجستر. ف هاساين تيست ب1 تمام، بعد ما تست الفانكشناليتي عادي خلصتها هاساين التست ب1 وبعدين ادخل سيكونس من السكان ان واستنى كلوك بيريود وابتدي اشك ايه ان الفاليو طلعت من الناحيه الثانيه. طب انا عندي ايه؟ عندي اربعة فليف لوب، ثواني بس اجيب الشاحن عشان البطارية.
أهلا يا شباب، عذرا على التأخير. فيبقى أنا إيه؟ هاخد سيكونس أدخلها على سكان إن واحدة واحدة، وبعدين أستنى أبتدي إيه؟ أدخل كلوك بيريود، ويت فور كلوك بيريود، يعني دخلت 1 كلوك اتشفتت واحدة، أشوف إف أي أكبر أور إيكوال 4 ما حصلتش يبقى ايه مش هنفذ الاف دي واروح للنكست اتريشن ادخل الثانيه واستنى كلوك. يبقى انا شفت كده في الاسكانشن ايه 2 اشوف الاف ما الاقيها ما اتحققتش، اروح للاتريشن الثالثه ادخل الثالثه برضو الاف ما اتحققتش، اروح للاتريشن الرابعه ادخل الرابعه، المفروض اول واحده هتبقى ايه ظهرت في السكان اوت تمام. فيبقى انا هنا الاف هتشتغل واثرت ان الايه السكان اوت هو السيكونس بس اي ماينس 4 انها ايه الانبوت اللي قبله باربع ايه وحال اربع اماكن اللي هو اربع سايكلز تمام. لو لقيت ان دول مش زي بعض يبقى الايه الشيفت ريجستر مش شغال مظبوط وريبورت الايه الايرور ده. ظريفه الفكره بتاعه التست بنش. ماشي ادي اهو، بص هنا انا ده سكان ان اهو وسكان اوت ايه طلع زيه بالظبط. انا هعمل ايه في التست بنش ككل؟ ده بقى التست بنش ككل. التست بنش ككل بص على تيست تيست كانت بزيرو اوكي، تيست كانت بزيرو واختبرت انه ايه عامل السيكونس ديتكشن مظبوط اوكي، وبعد كده خليت التست ب 1 وابتدي فتست ب 1 ساعتها مش هيدخل مش هيطلع اوبتس سليمه، ده هو هيعمل ايه هيشيفت من السكان ان ويطلع في سكان اوت. طيب عشان كده دي زي دي والاوبتس اهي ايه مش موجوده. طيب واحد هيسألني هو سكان اوت ليه كان طالع تمام في الاول هنا، ده المفروض التيست لسه ما اشتغلش، انا افكره اقول له سكان اوت ده بين موجود اصلا في الديزاين، ده بين موجود اصلا في الديزاين فده اوتبوت في الدايره فهياخد القيمة بتاعت النورمال اوبريشن، فقيم السكان اوت دي قيمة بتاعت النورمال اوبريشن. لما وانس ان انا عملت التست ب 1 تمام قمت انا عامل ايه؟ محول النورمال اوبريشن موقفها ومشغل الايه؟ الشيفت اوبريشن. عشان كده بدخل من سكان ان بعدها باربع سايكلز الاقيها في الايه؟ سكان اوت. تمام؟ طيب حد عنده أي أسئلة؟ جميل، عايزين عشان تبقى عندك فكرة برضو عايزين بعد ما المعيد اداكوا إمتى تخلصوا أول جزء من البروجكت؟ اللي انا عارفه ان كلكم سلمتوا البروبوزل ان ايه
هنعمل ايه الفاينال ستيت ماشين بتاعي، المفروض ابتديت تشتغله، امتى هتخلصه اول جزء؟ اروح اسال المعيد. ماشي، هو احنا المرة اللي فاتت خدنا الاوتوميشن، والمفروض ان احنا كنا هنبدأ بستنسز. خدت اوتوميشن، اوتوميشن ايه؟ ايه اوتوميشن دي؟ سوري، انا اسف، المايك اتفتح بالغلط وانا كنت ببعت لحد تاني، انا اسف. طيب افتكرتك بترد عليا كده، انت مش سامعني اصلا وبتكلم حد تاني، عيب عليك. هو انا اسف، هو حد بعت حاجة ضروري في بروجكت التخرج فبرد عليه، انا اسف. مفيش مشكلة، ماشي. طيب بعد ما نخلص الجزء اللي المفروض بتاعنا في البروجكت، هنجرب نعمل بقى ايه السنسز اللي احنا درسناه المرة اللي فاتت، والدي اف تي اللي احنا درسناه النهاردة، ويبقى كده عملنا نص او التلت التاني من الايه، من البروجكت ده. كده كده المعيد هيبعت لكم الانستراكشنز عشان خاطر تقدمها، تخلص الشغل بتاعك. حد عنده اي سؤال؟ شكرا جزيلا لوقتكم، و نشوفكم إن شاء الله الحد الجاي. ويعني سوري إن أنا خدت زيادة شوية عن الوقت، بس أنا حبيت أشرح بهدوء عشان أنتوا تستوعبوا الموضوع. شكرا يا دكتور. لا، شكرا مع السلامة. لا شكرا لك، مع السلامة.